نفسك تاكلي تومية ومكسرة تنزلي تشتريها وعايزة تعمليها، تعالي انا اقولك تعمليها ازاي بأبسط مقادير جوه مطبخك وبأسرع وقت هتعملي احلى تومية. ويلا بينا على المقادير. اهلا ومرحبا بكم في قناة نغمات الاطعمة. النهاردة هنعمل طريقة التومية بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة. عندي هنا في المقادير معلقتين كبار من النشا، كوب من المية، نص كوب من الزيت، راس توم صغيرة، رشة من الملح، وهناخد كوب من من الخل، ده اساسي معانا. هنجيب هنا النشا، هنحط عليها كوباية المية وهنقلبها كويس خالص كده على النار لغاية ما ما تستوي معانا. ما حطيتلهاش اي حاجة، هخليها بس كده لغاية ما تستوي كده على النار. وهنقول هنعمل ايه بعد ما استوت النشا، هتبقى بالمنظر ده. بينا على الخلاط، هنحطها كده في الخلاط. عندي هنا الخلاط، هحط عليها الثوم بسم الله، ورشة كمان من الملح، وهغطي بقى الشفشق، وهنزل عليها بكوباية من الخل، اشغل عليها الخلاط كده حتى اضرب فيها لغاية مدة دقيقتين كده، وهنزل عليها بالزيت وهفضل برضو اضرب فيها لغاية ما تبقى لونها كريمي. لو الخلاط ممشيش معاكم هتسوي هتحطوا نص كده كوباية من المية، وبرضو هتفضلوا تضربوا فيها، وهتبقى معاكم بالمنظر ده. شايفين جمالها؟ وبالهنا والشفا. ما تنسوش بقى اللايك والشير وسبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل. مستنية تعليقاتكم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.